فريق حماد بن عم يستعين فيه المدرب جون شاعس اوف ذا بنش. كمان جابرييل اخترق وصل على السله خطا لصالح الصليبي. رح يكون عنده اثنين فري ثرو. جابرييل عم يراهن المدرب جون جاعس بدفاعه دائما من ميدة جابرييل صليبي. المان جابرييل هو اللي عم يجرب يسكر كل الجابس، عم يعمل روتيشن بالديفنس على المان تو مان لانه عم يعملوا سويتشنج على السكرين، عم يجرب يسكر كل الثغرات. مشان هيك جابرييل عم يكون عنده حريه بالتسديد، وهالمره بالاختراق اخذ الخطا سجل الاولي جابرييل صليبي. جابرييل 47% هالموسم على الفري ثرو، بسجل الرميتين. نقطة الرابعة على جابرييل. الأرقام عم تتعادل. جيمي سالم على أرض الملعب لاعب الماريست السابق. جيرار يعطي دي جي. دوين جاكسون، دوين أخذ التسديد خطأ لصالح دوين جاكسون. بعد ما سجل نقاط لهلا بالجيم دوين، رح يكون عنده اثنين فري ثرو. 73% نسبته بهالموسم، هل رح يسجل اولى نقاطه بالجيم؟ جو ابي خرس كمان على ارض الملعب بدلا من ابراهيم توماس. حاليا الماريست عم يلعب باجنبيين مثله مثل هومنتمن. وعم نشوف مارفن ساركيز كمان على ارض الملعب. مارفن دائما بيستعين فيه المدرب صباح خوري لخطه دفاعيه، دور دفاعي لنشوف على مين رح يدافع مارفن ساركيس. مارفن يلي عمل مباريات دفاعيه كبيره بهالموسم لو باوقات قليله، بس هاللاعب بيمتاز بدفاعه. دوين بضيع الاولى بسجل الثانيه. اول نقطه لدوين جاكسون بالجيم. دقيقه ونص بيبقى من الكوارتر الاول. ابي خرس عم يعطي جافير. جافير بليك تسديده ثلاثيه بسجل جافير بليك عن الارك. هيدي الثري بوينتس رقم 38 لإله بهالموسم لبليك. صار في ثلاث لاعبين بالليج عندهم 38 ثري بوينتس، والمفارقة الكبيرة انه ثلاثتهم موجودين بأرض الملعب. ابراهيم توماس 38، جاد خليل 38، وجافير بليك كمان صار عنده 38 ثري بوينتس. عجيم يونغ كان عم يرد بسلم النقطتين. مقطوعة كمان لصالح دفاع فريق عمدبن. جمال جونز بيعطي دوين، هيدي الـ50 بسجل الـ50. الثلاثية رقم 50 لإله بالبطولة، ونقطته الرابعة بالجيم. أول ثري بوينتس ناجحة لصالح فريق هومنتمن بهالمباراة. ترجع بتعطي التقدم 3 لهومنتمن. مارفن ساركيس بيعمل له السكرين لأبي خرس، بيلعب معه البيك اند رول. حلوة الطريقة اللي لعب فيها، لكن مقطوعة من دوين جاكسون. دوين بيعمل ستيل، جيمي سالم بيروح بالفاست بريك، بضيع المحاولة وخطأ لصالح دوين جاكسون. اوفنسيف ريباوند وفاول لصالح دي جي. نرجع نشوف الإعادة. جيمي هون ضيع لم الاوفنسيف ريباوند دوين واخذ الفاول. دانيو سعيقي على ارض الملعب بدلا من جيرار حديديا. عم يحكي معه المدرب جون جاهز لجيرار. صار هلا عم يلعب جمال جونز ودوين مع بعض ورا، عم يلعبوا الفور وفايف للمره الثانيه. عم يضيع المحاوله الاولى دوين جاكسون من الرميات الحره. وقت قليل سجل وحده من اثنين. هنشوف هون كمان كيفورك عم يتحضر ليكون على ارض الملعب، واحد من الشوترز المميزين. بضيع الثانية، بليك على الريباوند. صار عنده واحدة من أربعة على الفري ثرو. طابر توصل لباتريك، أوبن شوت. ما بسجل باتريك، الريباوند لجو أبي خرس مقطوعة. والكوارتر الأول عم ينتهي بتقدم فريق هومات من خارج أرضه على حساب الماريست الشانفيل 18-21.
مين رح يتقدم 1-0 بسلسلة الربع النهائي بين الشوفير والهومر؟ من عبد الله بريدكشنز لهلا عم تعطي التصويت 56% لفريق الماريست، 44% لفريق هومر. من على ارض الملعب الهومنتمن هو يلي متقدم على الماريست، انما الفارق 3 نقاط. انطلاقه الكوارتر الثاني على جيميا، بسرعه بيروح ليدافع على جيفيون بليك. اللي رسم على ارض الملعب ارتس، مدري شوت ما بيسجل ارتس، الريباوند لمين؟ دفاع لصالح زاك، رابع ريباوند لزاك. زاك لافتر معه مارفن ساركيس بالديفنس، صار في سويتش على السكرين، صار معه ارتس، شوفوا كيف عم يدافع عليه، زاك لافتر مصر يلعب عليه، بيوصل على السله بضيع الساركيس على الديفنسيف ريباوند. مارفن بروح لياخذ الخطا. إلي رستو، جيرار عم يتحضر للعودة لأرض الملعب، جيفيون بليك، جيفيون ستيب باك تستيدي ثلاثية بسجل بليك، 11 نقطة لجيفيون الثاني لإله بالجيم. صار معه 39 3 بوينتس، وهون في فاول لصالح زاك لافتون. بالريبلاي جيرار عم يرجع على ارض الملعب بدلا من الحقيقه. ضيع الفري ثرو كمان زاك، اليوم الرميات الحرة عند فريق هومنت من كارثة لهلا، صاروا مسجلين 1 من 6، صاروا 2 من 7 حاليا. 7 نقط لزاك. ارتس تقدم نقطة لهومنت من بليك، بجرب يلعب مع جيميل ارتس، ارتس لعند إلي رستوم، إلي ما بينجح بالمحاولة بلم الأوفنسيف ريبوند، رستوم كمان بضيع أبي خرس على الأوفنسيف ريبوند، بسجل هالمرة أول سلة لجو أبي خرس بالجيم. الماريست عم يتقدم بنقطة حاليا. زاك لافتون، زاك أخذ التسديدة عن الأرك ما بسجل، رستوم هو على الريبوند الدفاعي. جيفيون بليك ما بينجح هالمرة عن الارك، ابي خرس لما الاوفنسيف ريباوند واخذ الفاول، من وقت ما فات على ارض الملعب ابي خرس عم يكون ايجابي جدا مثل ما كان طوال هالموسم. شوفوا مدربه صباح خوري عم بيشجعه لانه اعطيه دور بدلا من لاعب اجنبي، وبكل صراحة عم يأدي دوره بشكل مميز جدا. ابي خرس 2 فري ثرو. عنده نسبة 65% بهالموسم. بسجل الأولى. شوف زاك لافتون عم يرتاح على ما قاعد على الاحتياط. بسجل كمان أبي خرس نقطة الرابعة بالجيم. تبديلات الجملة عم يعملها المدرب
بدر على الخطا الهجومي كان من جاد خليل، اذا فينا نرجع نشوفها بالاعاده مخرجنا، وكمان تكنيكال فاول عم تشتت تكنيكال فاول بديك المحدة حاليا. رح نرجع نشوف شو صار. مارفن يلي اخذ الخطا الهجوم، قلت لكم مارفن سركيس بيعمل دور دفاعي ممتاز وعم يقدر يعمله. اخذ اثنين تكنيكال فاول من اللاعب جاد خليل بوقت ارتس بضيع الفري ثرو، يلي هو عنده افضل برسنتج على الفري ثرو بفريق بفريق الماريست هو ارتس. اخذ اول وحده، سوري مش اثنين تكنيكال فاول، اول وحده اوفنسيف فاول، الثانيه كانت تكنيكال فاول، سدد الفري ثرو ضيعها ارتس. على كل حال اليوم الرميات الحره ما في شيء ظابط فيهم عند الفريقين خاصة هومنتمن. شافير بليك معه جابرييل عجميان، جعبي خرس بيعمل السكرين، طابة بتوصل لجعبي خرس، برمت بشكل حلو، برمت بشكل حلو ورستهم مرر ابي خرس سجل نقطة السادسة بالجيم. الباريست عم يعمل ليد بخمسة 9-1 رن بدقيقتين ونص. جيرار حديديوك كسر الرن بعد الفيك الرائع يلي عمله تحت السلة. جافير بليك عند مارفن، تسديد الثلاثية ما بيسجل، الريباوند لدي جي، وين جاكسون عم يعطي زاك لافتر، معه مارفن بالديفنس، زاك بيوصلها لدوين جاكسون، اخذ التسديدة عن الارك باخر مباراة بالريجلر سيزون، سجل 7 من 14 بسلة ان اس اي، وهون عم يضيع كان دوين جاكسون بوقت جيمي سالم برد بالديفنسيف ريباوند، وين جاكسون بسجل دي جي، بسجل دي جي، وتايم اوت عم ينطلب بهالوقت. 6 نقط لدوين جاكسون. شوفوا بالاعاده دوين كيف عمل كنترول. جمهور من كل الأعمار موجودين على المدرجات. كنا عم نشوف تحت مدير فريق الشانفير، فوق عم نشوف مدير فريق ألترانيك مع المدرب جورج عيقي، والقلب الجاهز دكتور إبراهيم دنيا كمان عم يتابع المباراة. جافير بليك جافير بيعطي رستم، هون عم يستلم ما بيسجل رستم، ابراهيم رجع على ارض الملعب، اوفنسيف ريباوند لابراهيم، هذا الريباوند الخامس له اليوم بالجيم. دكتور دميا لبرا مقطوعة كمان تبقى لصالح فريق هومنتمن. دوين يا
يعطي جيرار بيلعب على السله بسجل جيرار بسجل ست نقط لجيرار حديديان بهالمباراه. جاري شيفيشيان على ارض الملعب بعد غياب طويل جدا عم يرجع على ارض الملعب جاري حاليا. كل موسم تقريبا الرتور ما لعبه، لعب 9 مباريات بس بهالموسم، عدله 10 نقط بالجيم الواحد، بسجل 2 3 بوينتس معدله بكل جيم، عم يعتمد حاليا عليه المدرب جون جايس. جافير عم يمرر لابراهيما تحت السله بسجل ابراهيما، اول سله لابراهيما توماس بالجيم. بليك عم يعمل اذن التمريره الحاسمه، عم تتعادل النتيجه من جديد. شوفوا مارفن ساركيز كيف عم يدافع على زاك فولديناي. دوين اخذ قوه تسديد سجل جاكسون، 9 نقط لدوين جاكسون، ثاني 3 بوينتس تعالوا بالجيم. ومتر بيرجع بيتقدم بفارق 3 حاليا. توماس عم توصل لإلي ريستوم، بعد عنده 5 ثواني ريستوم. ارتس بيخسر الطابة، مارفن بيسترجعها، ارتس اخذ التسديد الريبون، دفاع على زاك لافتون، فريق عمتن بده يجرب يزيد تقدمه لأكثر من 3. زاك اخترق وصل على السلة، سجل زاك لافتون نقطة 9، سجل نقطة 9، هو أفضل سكورر بالتساوي مع دوين جاكسون بفريقه، أفضل سكورر بالجيم جافيون بليك اللي عنده 11. كمان جافيون اخترق وصل على السلة، خطأ لصالح بليك. جافيون بضيع الأولى، هيدي ثالث رمية حرة عم يضيعها فريق الماريس، بسجل الثانية، 12 نقطة لجافيون بليك. لاعب عنده معدل 25 نقطة فاصلة 3 بالجيم الواحد. زاك لافتون بمرر لجيمي، وجيمي سالم عم ينجح بالتسجيل. جيمي سالم هيدي عاشر 3 بوينتس لإله بهالموسم وأولى نقاطه بالجيم. بوقت إلي ريستوم عم يعمل ووكينج، الإعادة الووكينج اللي عملها إلي ريستوم. زاك لمرة عند جيمي، هل رح يسجل الثاني على الثواني؟ ما بينجح هالمرة. بليك على الريباوند، صاروا بتسجيل 3 3 بوينتس فريق هومنتون اللي هلا بالجيم، عنده الليد 7 نقاط. جافيون بليك معه جيمي سالم بالديفنس، تمريرة بتوصل لارتس، حلوة كثير التمريرة يا بليك، ست نقط لجيميل ارتس. زاك لافتر، زاك تسديدة ما بتنجح من زاك، الريبوند لباتريك بوابود، طابة عم توصل لمين؟ للاعب جيميل ارتس. ايدي ريستوم من جديد بيعطي جافيون بليك، وبليك بسجل نقطه ال 14، ما قدروا ابدا هدوا الفرق لاعبي فريق هومنتون، قدر لاعبين ماريس يردوا بشكل سريع، نزلوا الفرق لثلاثه ورجعوا حطوا ضغط كبير على المدرب جون جايس. الاخير طلب تايم اوت.
جاد خليل يلي صار له فترة غايب بعد ما صار عنده أربعة فاولز، عمل اثنين بثواني قليلة. طبعا اليوم سرية الرياضة ان اس اي كمان بتنطلق بملعب الرياضة على الساعة 9. جيمي سالم، جاري دوين من محل بعيد، بس اجل دوين الثالث نقله بالجيم. 12 نقطة لدوين جاكسون بهالمباراة، 52 تري بوينت صار مسجل، وبلش يدق بواب انت الملك. ثلاثة تري بوينت بعد عنده أربعة ليعمل ليربح مسابقة ملك الطابوق يلي هي سبعة تري بوينت و 1592 دولار. خاصة إنه من أيام قليلة سجل سبعة من 14 عن الآرك. بمجمع فؤاد شاب بجولي. جيرار بيعمل موف على إبراهيم توماس بيتعرض للبلوك شوت. عم تبقى البوزيشن لصالح فريق هومنتمان، عندهم 16 سكندز. زاك لافتون حلوة التمريرة، حلوة تمريرة زاك، وجيمي بسجل نقطته الخامسة من نقط الليد لصالح فريق هومنتمان. جيفن بليك وصل على السلة، كاونتد سلة بليك. رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة استاذ اكرم الحلبي، اللي كان شرشي عمر وجبرايل و شرب الرزق طبعا محافظ الالقاب. لافتون بيرجع بيعمل كنترول زاك لافتون، وهون في خطا، حكم عم يعطي خطا لزاك. الخطا على ارتس، هيدا ثاني فاول على ارتس. شوفوا زاك كيف قدر يحافظ على دريبلو. المديتين لنهاية الكورتر الثاني. جيرار، جيرار حديد، يا ليلي عمين، عم نطلع الطابة لبرا عند من جديد زاك، أخذ التسديدة زاك. زاك يعني كثير راجع بنسبه عن الأرك 3 بوينتس. بليك كمان بضيع المحاولة، وهون في أوفنسيف ريباوند لصالح جيمي الأرتس، كمان ما بينجح دفاع فريق هومنتمان. عم بيقول كلمته فاست بريك، زاك بكبها لقدام عند جاري، شيبي شام ميد رينج شوت، كمان ما بتنجح. باتريك مغبود على الريباوند الدفاعي. زاك لافتون هو اكثر لاعب مسجل 3 بوينتس بالموسم الماضي، 100 3 بوينتس. السنه ما عم يقدر ابدا يلاقي الاوتسايد جيم المخيف يلي فرجينا اياه السنه الماضيه مع فريقه دينامو السابق. 16 نقطة حاليا لصالح جيفن بليك. زاك ما بيقدر يقطع بترافيك، لكن بوصلها لجيرار. تريبل تيم كسرهم الايرون مان لحاله. 9 نقط لجيرار حديديا امام 3 لاعبين سجل جيرار. بليك بيعطي جابرييل، تسديده جابرييل الصليبي كمان ما عم تنجح. جيمي سالم على الريباوند، اخر ثواني للبورتر الثاني. زاك لافتون السنه الماضيه 100
3 بوينتس من 228 اتام، كان عنده برسنتج 36%. هالسنة قبل هالمباراة، تخيلوا قبل هالمباراة 6 من 40، اليوم صار مسدد بتصور يا 4 يا 5، يعني تشوفوا النسبة اللي عنده اياها قليلة. هيدا كني انتوني ايرلي، واحد من نجوم كرة السلة اللبنانية بالاسابيع الأخيرة. جيرار كمان عم ياخذ خطأ جديد، ما حدا عم يقدر يهديه، ما حدا عم يقدر يهديه للايرون مان. شوفوا بالريبلاي كيف عم يقدر يلعب، حركته السريعة هي العلامة الفارقة. لاعب كثير اتلت، عنده بنية كثير قوية، بس الطريقة اللي عم يتحرك فيها السريعة هي دائما عم تعطيه ادفانتج على الكل. جيرار بسجل الأولى ونقطة العاشرة. بسجل كمان الثاني جيرار حديد ديانو نقطة ال 11. طابع عم توصل لباتريك، باتريك ما بينجح بالتسجيل مع نهاية الكوارتر الثاني يلي عم يعطي تقدم لفريق هومنتمن على حساب الماريست بثمان نقط، 36 48 نهاية الكوارتر الثاني. شوفوا عبد الله بريدكشنز قلبت لصالح فريق هومنتمن، 51% مقابل 49% لفريق ماريست. فيكم بعد تصوتوا مشاهدي ام تي في، نحن وياكم رح نرتاح تقريبا لعشر دقائق او اقل شوي، وبنرجع لننطلق بالكوارتر الثالث.
من جديد مرجان احنا وياكم لديك المحدي لقاء شانفيل ماريست وفريقهم. انت من قبل ما ننطلق بالجيم بصرني استضيف استاذ مارون جبراير مدير المنتخبات الوطنيه، يعطيك العافيه. ثانك يو غياس، الله يعافيك. استقبلوا كثير على المطار. ايه الحمد لله. ايه وافد الجديد اليوناني. ايه وصل نهار الجمعه لوانيس صح، ودغري نهار السبت عملنا اول اجتماع انا وياه، وان شاء الله قريبا جدا بتبلش تبين ثمار الشغل. مارون بس لنفسر للجمهور يلي برات الباسكتبول كوميونيتي، اليوم انتم عم تستقدموا للفئات العمريه مدرب يوناني، نعم. ليه طلعتوا اول شيء من المدرب اللبناني؟ ليه رحتوا على مدرب اوروبي يوناني؟ نحن مش انتقاصا من قيمه المدرب اللبناني ابدا، نحن عم نجرب نعلي الليفل خاصه بالفئات العمريه، يكون عم نجيب مدربين مشتغلين فئات عمريه اكثر وعندهم اكسبيرينس اكبر، هذا كل الموضوع. اليوم المدرب اليوناني وصل على لبنان، نهار الاثنين عندنا اجتماع مع اللجنه النسائيه كمان، استحدثنا لجنه نسائيه جديده بالاتحاد. مضبوط شفتها. تهتم بامور كرة السلة النسائية. الاسبوع القادم اذا الله راد حيكون في عندنا تراي اوت لاستحقاقين مهمين كثير عندنا، الاندر 18 نساء سيدات يعني صبايا صغار، مبدئيا حيكون نهار الجمعة أو السبت، وعندنا تراي اوت كمان الاندر 18 صبيان. اوكي الاندر 18 بنات في عندهم استحقاق بتشاينا بجون اذا الله راد. عم نلعب بطوله اسيا، نطلع من ديفيجن بي على ديفيجن اي اذا تاهلنا، وان شاء الله بيكون من نصيبنا. بالنسبه للصبيان في عندنا بطوله اسيا كمان لمؤهله على بطوله العالم بالاردن بايلول، حنلعب الوابا قبل بجولاي اذا الله راد. شو قصه تراي اوت؟ كيف تراي اوت؟ يعني عم تاخذوا من كل الانديه ومن كل الاكاديميات تجربوا اللاعبين لينقي المدرب اللاعبين؟ هالمره رح يكون في عندنا تراي اوت اذا بدك بطريقه افضل من اللي كان يصير قبل، يعني حيندعى اللاعبين على كذا مرحله. مش دغري انه حنعمل كات وانت فل، لانه هيك كانت تصير معنا قبل وكان في انزعاج كبير. بلش تليفونات الاهالي. ايه طبيعي، هلا المره الماضيه قلنا انه ما حدا يتلفين، ما حدا جرب يعمل واسطه. شو بدك تقول لهم؟ نفس الشيء، الولد اللي بيستحق والصبي اللي بيستحق او البنت ياخذوا. بس لانه هاي المنتاليتي موجوده بكل الاكاديميات، انت بتعرف يعني غير على كنت بحديث مع احد الاباء انه على طول في اولاد مدعومين من اهل وكذا هالقصص. هن بيفكروا هيدا الشيء مش مزبوط، وهلا اكثر عم نثبت هيدا الشيء انه المدرب الاجنبي اللي جاي ما بيعرف حدا، فهو حيشوف افضل 12 لاعب. خلوه يتلبنن. لا لا، هذا كان اول اجتماع وهذا كان الحديث انه ممنوع يتلبنن ابدا، ما حيرد على حدا ولا حيسمع من حدا، هو ما بيعرف ابدا ولا حدا بالمنتخبات، حيجي يبلش يشتغل يشوف احسن 12 لاعب وينقيهم اذا الله راد. في شيء بعد بتحب تضيفه؟ مبدئيا هذا هو. ثانك يو. شو في عم نسمع حركه مطار، مش بس مدربين، في لاعبين اجانب كمان حركه قويه، ولا انت عم تعطى؟ انا بتعطى. كم ريليس مطلوب هلا من الاتحاد؟ في كثير ريليسات. ايه طب مش حورتك هيدي الورطه. بدي اتشكرك مارون جبرايل مدير المنتخبات الوطنيه. رح نروح نشوف المقارنه الاحصائيه نحن وياكم بين الفريقين. نسبه تسجيل هومنت من افضل، 3 بوينتس هومنت من افضل بكثير، 46% مقابل 14%. الفري ثرو كارثه عند هومنتن اليوم، الريباوند شانفيل عم يكونوا افضل، اسيست تقريبا قرب مع بعض، تورن اوفرز عم يلعبوا باربع تورن اوفرز بس فريق هومنتن. هيدي بالنسبه للستاتس. حاليا بنروح للحلبه هاف كورت شوت لنشوف اليوم اذا رح يكون عندنا فائز. اذا رح نشوف المحاولات، اول تسديده ما عم تنجح من نص الملعب. بعد عنا اربع محاولات. كمان كانت قريبه. لنشوف كمان محاوله عم بتضيع. اخر محاولتين، اخر محاوله بالحلبه هاف كورت شوت لنشوفها اذا رح تكون ناجحه. ان شاء الله تكون ناجحه ويربح الفائز 200 دولار. كمان ما عندنا فائز اليوم اذا بالمباراه الاولى بالدور الربع النهائي او البلاي اوفز. فريق شانفيل يلي عنده ثالث أفضل ديك، 82 نقطة معدله بالجيم الواحد، تلقت سلته 46 نقطة على الهاف تايم. نشوف
مرة جديدة لأنتوني أورلي يلي كان نجم المباراة الأخيرة بين الحكمة والرياضة. بكرة على الساعة 9 المساء على شاشة وان بيروت بواجه الأنطونية بالسري بين الفريقين بمجمع الشياح. الثلاثة المساء راح تكون مباراة الحكمة وأطرانيك السري الرابعة، بينما اليوم ان اس اي ورياضة. ابراهيم توماس برد وبيسجل ابراهيم نقطة الرابعة لتوماس، نزل الفارق لستة. كثير مهمة انطلاقة الكوارتر الثالث للفريقين. وين عم يمرر مقطوعة تورن اوفر على فريق هومدمن، هيدا خامس تورن اوفر لهم بالجيم. كمان برد وبستيل لاعبي فريق هومدمن. جيمي سالم يعطي دي جي وين اوبن شوت لزاك لافتون، كمان بضيع زاك. ريباوند لصالح جيرار حديديان. غريب زاك كيف تراجعت نسبته هالقد بهالموسم. زاك اوبن شوت، اوبن شوت لدوين، بسجل دوين 15 نقطة لدوين جاكسون. أربعة تري بوينتس، بدك ثلاثة تري بوينتس لتكون الملك يا دي جي. سابقت ملك الطابور عم يدق بابا بشكل قوي جدا، بعد عنده 19 دقيقة ليسجل ثلاثة تري بوينتس، عم نشوفه حاليا بأربعة تري بوينتس. وليه لا يعمل 10 تري بوينتس ويربح المسابقة الكبيرة بانت الملك بمسابقة ملك طابور اللي هي 10,000 دولار بيتقسمها هو وان جي او بيختارها هو. كمان جافيان بليك تسديده ثلاثيه ما بتنجح، مقطوعه من دفاع فريق هومنتمن. جيرار اللي عمل الريباوند، زاك لافتون، زاك ما بيقدر يتخطى ابراهيم توماس. ووكينج اكسلنت ديفنس من توماس، دافع عليه بطريقه ممتازه ابراهيم توماس. شوفوا بالريبلاي، شوفوا كيف هدينه الطابه وجبره بالووكينج. جافيان بليك لبرا عند ابراهيم، طابه بتوصل لباتريك معبود. باتريك خطا لصالح باتريك، شوفوا بالاعاده كيف قدر يلعب على جابرييل عجيميا واخذ الفاول منه. نقطتين لباتريك لهلا بالجيم، كابتن فريق الماريست بسجل الاول بنجاح. مارون ديب مساعده للمدرب جون جاعس عم يتشاور هو وياه. بوقت باتريك بسجل الرميتين بنزل الفارق لسبع نقط. عم يلعبوا زون ديفنس فريق الماريست. زاك لافتر راح على السله ما بسجل زاك. الريباوند ما راح يكون هجومي هالمره لهومنتمن. طابه بتطلع للاوت وفي تكنيكال فاول. تكنيكال فاول على زاك لافتر يلي عم يطلب التبديل. اذا بيعمل ثاني تكنيكال فاول يعني بصير عنده بصير وضعه خطر وصعب، وهيدي سري ما بترحم. جمال جونز بدلا منه على ارض الملعب. نزل الفرق لستة. جافيان بليك، جافيان اختارها، خاطئ لصالح بليك. كمان رح يكون عنده اثنين فري ثرو.
فولازاك على البنش. البنش بوينتس عن فريق هومنتون 15 نقطة فاصل 8 بالجيم الواحد، بالقليل كان عندهم 17 نقطة فاصل 2 تراجعوا ل 15 نقطة فاصل 8، بينما أفضل فريق عنده نقط من البنش هو فريق الرياضي 31 نقطة فاصل 9 كان عنده بالقليل 32.3. ثاني أفضل فريق بسجل عن البنش هو فريق الحكمة 27.2، تقدم نص نقطة الحكمة بين القليل ونهاية الريجولر سيزون. وين جاكسون خاطئ لصالح دي جي. جيفن بليك كان ضيع اثنين فري ثرو. شوف الإعادة للدرايف يلي بيعملها دوين جاكسون، هيدي قوته لدوين، بيلعب دايما من برا لجوا. بسجل الفري ثرو الأولي، كان عنده مبلش 50%، كان الكوارتر الثالث فريق هومنتون على الرمية الحرة، علما انه هومنتون بالليج 71%، خامس افضل فريق عنده نسبة فري ثرو، الافضل بالبطولة هو الرياضي 75.6، ان اس اي بالمركز الثاني 74.9، اضعف فريق بالرمية الحرة هو هوبس 59.6. دوين عم يسجل الرميتين، 17 نقطة لدوين جاكسون، محاولة كمان عم تضيع، جيرار حديد على الديفنسيف ريبا. دي جي. جمال جونز. أخذ تسديدة ثلاثية. بسجل جمال جونز عن الأرك بنجاح. أول سلة لجمال جونز بالجيم. وهيدي الثري بوينت رقم 11 لإله. بهالموسم برابع مباراة عم بفوضها، ريباوند دفاعي لصالح كمان فريق هومنتون مع دي جي. 11 نقطة الليد لصالح هومنتون. جيمي سالم تسديدة ثلاثية كمان ما بتنجح، جابرييل صليبي على الريباوند. أكبر فارق بالجيم عم يعمله هومنتون حاليا 11 نقطة. جافير لبرا عن جابرييل، اخذ التسديده الثلاثيه، اوفنسيف ريباوند لابراهيم توماس، خاطئ لصالح توماس. مره جديده على الفري ثرو. عم بضيع الاولي، هي ثالث رمية حرة عم تضيع على فريق الماريس بهالكوارتر. كمان عم يضيع وهاجران عم يسجلن، عم يسجلن لفريق الماريس بالخطأ، سلة بتروح لباتريك معبود. محاولة راد وجابرييل عجميا، راد بأوفنسيف ريموند، أربع نقط لعجميا. شوفوا بالإعادة كيف سجلها بالخطأ جيرار حديديا. جافير بليك لمرة عند إبراهيم توماس، تسديدة ثلاثية بسجل توماس الأولى لإله بالجيم. 39 3 بوينت لإبراهيم توماس. وين جاكسون كمان ما بينجح، ريباوند دفاع لصالح جيفير بليك، فريق الماريس بده يجرب يقلص الفارق، فاست بريك بتوصل لارتس، التمريرة الناجحة جيفير ارتس بسجل نقطة الثامنه، نزل الفارق من جديد لست نقط. خمسة دقايق بما لا نهاية الكوارتر الثالث. دوين لجمال جونز، ستاب باك مدري شوت بضيع والريباوند
كمان عم يكون لصالح جبريال عجمي. عم يعمل شغل هالجبريال، عم يعمل شغل. جيمي بضيع، وكمان جابرييل عجمي عم يسترجع الطابة من ايده لجابرييل صليبي. بين جابرييل صليبي وجابرييل عجمي، ومدمن كمان عم يسيطر على الستينز على الاوفنسيف ريباوند، وخطأ لصالح دي جي. نشوف اذا رح يطلب تشالنج المدرب جوم جاعز. عم يطلب تشالنج المدرب جاعز، قال له بدي تشالنج. الحكم احتسبها خطأ. لنشوف اذا رح يعطيها اون سبورتسمان. رح نسمع الحكمين. جورج تيني ريفيو على لاست فاول. نورمال سبيد اول شيء، مش مبينه من هون، اعطيني الثاني كمان مش مبينة. بدي تبع بليك. ايه تبع بليك هو اسيس. ايه هون شوي هيدا اول وحدة فيها. اوكي لا 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 اخر وحدة بس غير انجل. ما عم بسمعك. هلا عم تسمعني؟ اوكي مش مبينة من هون، هيدي مش مبينة علي من هون، ما أنا مبينة، ما تشبر لي. أوكي هون أعطيني إياها رجع، هي زيتها وقف لي إياها عنه. تو شوتس، ثانك يو. إذا الحكم عم يحتسبها سبورتسمان لايك فاول. بسجل دوين 18 نقطة لدوين جاكسون. حاليا هو أفضل سكورر بالتساوي مع جيمير بليك. ضيع الثاني دوين. جاكسون عم يستلم. جمال جونز. مقطوعة من دفاع فريق الماريس. جابرييل بمرر للرستوم. رستوم. أدوان لاني رستوم. سجل أولى نقاطه بالجيم وأخذ الخطأ. عنده فرصة ينزل الفارق حاليا لأربع نقاط. شوفوا بالإعادة كيف قدر يمررها جابرييل صليبي. شوفوا هالفيك وكيف سجل إيديه. بسجل فريدو. ثلاث نقط لرستوم. أربع نقط الفارق. وين جاكسون؟ مدرين شوت بسجل دوين. 20 نقطة لجاكسون. خطأ من جمال جونز لصالح أرتس. كمان رمي حرة جيدة عم بتضيع. هيدا الجيم
ممكن يكون عنوان وسير الرميات الحرة. تامر رمية حرة عم يضيعها فريق الماريست. السجل الثاني ارتس، ارتس يعني هو افضل حدا بسدد رميات حره بفريقه. كاري على ارض الملعب من جديد. جمال جونز. جيرار عم يكسر الطابه لكن بيسترجعها كاري. جابرييل عجميا اخذ التسديده عن الارض، ريباوند هجومي كمان لجاري. جاري شيبيشيان توصل لجيرار مدري شاط، هالمره الريباوند لجابرييل صليبي. جيمال ارتس، ارتس بفضي لبليك، جيفيان بليك كمان بضيع، وهالمره كمان في اوفنسيف ريباوند وصار دوره لابراهيم توماس. جافيان ابراهيما تسديده بعيده، تسديده بعيده، ديفنسيف ريباوند لدي جي. جيرار حديديان بيلعب على ابراهيما توماس ما بيقدر يقطع عنه، مقطوعه من اللاعب ابراهيما توماس. وجابرييل صليبي بنزل الفارق من الشيط لثلاث نقط، ست نقط لجابرييل صليبي. وشوفوا جمهور الماريست عم يعمل علامه التايم اوت، عم يجربوا يحطوا ضغط كمان على المدرب جون جايس. ابراهيم توماس عنده ثلاثة فاولز، أربعة على جو أبي خرس، جاد خليل عنده أربعة فاولز، جيمي سالم أربعة فاولز، ثلاثة على جابرييل عجميا، هول الفاول ترابل لهلا بالجيم. دقيقتين ونص بيبقى من الكوارتر الثالث، زاك لافتون بعد ثواني قليلة من دخوله على أرض الملعب، بسجل نقطة ال 11. جابرييل رجع ليأخذه لجيفين بليك. فول ديناي ما عم يطلع بحدا، ماشي كتف على الكتف. خطأ أخذه على الفاول، خطأ من جيفيون بليك لصالح جابرييل عجميا. ربح هيدي المعركة جابرييل عجميا. جابرييل إذا بتراقبوه لاعب كيف بنقولها بالنحنا باللبناني سماوي على الملعب، يعني كثير أجريسيف وبيتفاعل دائما بتعابير وشه مع اللاعب يلي عم يدافع عليه. زاك لافتر تبقى طابه معه، زاك مسجل نقطه الرابعه على التوالي، 13 نقطه لزاك. تسديده ارتس الثلاثيه، مسجل جيمال ارتس الاولي لإله، 12 نقطة لارتس. رجع رد الفارق لأربعة. مباراة رح تكون صعبة، رح تكون صعبة. جابرييل عجميا بيعطي جيرار. جيرار تحت السلة، ما بيسجل جيرار. لمين البوزيشن؟ تبقى لصالح ومانفرين. زاك، زاك لافتر، زاك اخذ تسديده ما بيسجل زاك. الريباوند لصالح علي رستم. جابرييل
عم يطلعوا بالفاس تبرك بمرر لارتس والبلوك شوت من مين؟ من دوين جاكسون. دي جي بيعمل البلوك شوت، شوفوا من ردة فعل على دي جي. بالإعادة رح تشوفوا من وين وصل دوين جاكسون ليوقفوا لارتس تحت السلة. ردة فعله لدي جي صراحة أهم من البلوك شوت اللي عملوه. عم يجرب قد ما في يأثر على ارتس ليخلي ارتس ياخذها شخصيه. هول من الامور اللي بيلعبوها كثير اللاعبين مع بعض، خاصه اللاعبين الامريكان، لانه بيعرفوا بعض كثير منيح دائما مع بعض، وبيجربوا يستغلوا اي شيء بارض الملعب ليحطوا ضغط كبير. اثنين فري ثرو لرستوم. سجل الأولى إلي 56% لإله بهالموسم. سجل نقطة الرابعة، نزل الفارق لثلاثة. إذا سجل الثانية رح ينزل الفارق لنقطتين، والفرق رح يكون بوزيشن. خمس نقط لإلي. خطأ من مارفن ساركيس لصالح زاك. سجل الأولي 14 نقطة لزاك لافتر. بسجل كمان الثاني 15 نقطة لزاك. آخر نص دقيقة بالكوارتر الثالث. جافيان بلاي بيرجع بسكرنا وقدراته الهجومية الكبيرة. أفضل سكورر بالليج عم يسجل حاليا نقطة ال 20، صار أفضل سكورر بالجيم بالتساوي مع مواطنه دوين جاكسون. زاك كمان عم يخترق، خاطئ لصالح زاك. الخطأ على مارفن. بسجل الأولي. تخيلوا زاك لافتون عنده لهلا بالبطولة بهالموسم مسجل 6 3 بوينتس من 45 أتمت. الريباوند لصالح جافيان بليك، واحدة من اثنين لزاك لافتون. آخر سوينا الكوارتر الثالث. أرتس بيعمل فيك، أخذ التسديدة سجل، وشوفوا كيف اتطلع، اتطلع ببنش هومدمن. ما هو اللاعب الصامت من دون ردة فعل كمان مسمي، وأربع ستات على السكرين قبل كوارتر واحد من نهاية المباراة. 66 66 إيه بحب الستات الأربع. توترز بطل السلة. جيرار حديديان لهلا عنده 27%، أقرب واحد له جيفين بليك 24%، زاك لافتون منه بعيد 21%. سجل هومنتمن بالكوارتر
الثالث 28 نقطة سجل الماريس. هيدي سدة أرتس على البازر مع نهاية الكوارتر الثالث. كمان حضور فني الفنان طوني عيسى. دوين جاكسون عم يمرر من جديد. دوين بيستلم جيرار حديديا. تسديده ثلاثيه عن الارك عجميا بضيع الرستم على ديفنسيف ريباوند. جافيون جيفن بليك عم يعطي التمريره لبرا. مارفن كمان لابراهيم توماس. تسديده الي رستوم الثلاثيه ما بتنجح. ريبوند لزاك. زاك لافتون مدري شوت بسجل زاك 18 نقطه. زاك 18 نقطه 6 ريباوند وخمسة اسيست لهلا بالجيم. جيفن بليك لهلا عامل ست تمريرات حاسمة. خطأ لصالح بليك. ستة وستين 68. شوف جاد خليل ممكن بأي لحظة يستعين فيه. عنده أربع فاولز برأيي رح يلعب آخر خمس دقايق لفريقه. بليك مدرين شاط بسجل الجافيون. 22 نقطة لبليك. تعادل جديد بالكوارتر الأخير. سلة لزاك سلة لبليك. مارفن هو اللي معه بالديفنس. زاك لوفتون صار في سويتش على السكرين. تسديدة دوين جاكسون على الثلاثية. الريباوند دفاع على صالح إلي رستوم. جاد خليل عم يتحضر للعودة. إلي رستوم بضيع المحاولة وجابرييل عجميا بيستقتل على الطابة. جابرييل لمين بمرر؟ زاك لافتر يعطي دي جي. دي جي بمرر لمين؟ دوين هو يلي تابع. كيف لحقتها يا دوين؟ كيف لحقتها يا جاكسون؟ 22 نقطة لدوين جاكسون. جرب يمرر رجعت له الطابة وأخذها وسجل. جيفن بليك عم يتحرك صار خلص. بليك أخذها على عاتقه من ناحية فريق الماريس. شوفوا بالإعادة كيف ضرب له إياها بليك. رجع هو استلمها وسجل دوين جاكسون. تراش توك ما عم يوقف ما عم يوقف بين مارفن سركيس ودوين جاكسون. اتشنجت بديك المحدة. اللاعبين عليهم ضغط كتير كبير. مارفن سركيس عم يقول له الحكم روح على تشالنج. بدك تقول له للمدربك يا مارفن. الكوتش بيطلب تشالنج. الهيئة رح يروح على تشالنج المدرب صباح خوري. بس يمكن ما في رح يطلب تشالنج. لنشوف الحكام عم يتشاوروا مع بعض. ما اذا في صافره لحتى يكون في تشالنج. هون بتصور الحكمين عم يتشاوروا مع بعض. ما بحق له هيدي. ما في صافره لحتى يكون في تشالنج. كان واضح جدا رده فعله للحكم رباح الشام. جيفن بليك بيعمل ستيل. فريق الماريس عنده فرصه يتقدم. مارفن عم يعطي لجيم الارتس. مارفن بنزله لابراهيم توماس على اللوبوست. ابراهيم بضيع المحاوله. جابرييل عجميا على الريباوند. دوين جاكسون دي جي بمرر لجيرار. ومره جديده ستيل جديد لجيفن بليك. عمل اثنين ستيلز باقل من دقيقه. جيفن بليك
معدل 1.67 الجيم ومارفن سركيس هو اللي عم يسجل. السركيس ضرب من المسافه البعيده سجل اولى نقاطه بالجيم. ولاحظوا هيدي السله اللي عم تعطي تقدم فريقه بثلاث نقط حاليا 12 3 بوينتس من 21 اتمت لإله بهالموسم ببرسنتج قريب من 60%. زاك لافتون برد وبسجل نقطه ال 20. جيفير بليك بفضي لابراهيم اوبن شوت اوبن شوت بضيع المحاوله لافتون على الريباوند. 7 ريباوند لزاك 70 من جيفير بليك ورات كمان زاك لافتون. بعدنا عم نحكي عن ثلاثياته يلي ما عم يقدر يلاقيها بهالموسم بسجل الاغلى لإله. اول 3 بوينتس لزاك هومد بيتقدم من جديد. تايم اوت للمدرب صباح خوري. توترز بطل السلة عم نشوف ما لحقنا نشوفه مظبوط بصراحة. جيفيان بليك تسديدة ارتس ما بتنجح. جيرار حديديان على الريباوند. آخر مرة ربح بالموسم الماضي ربح هومنتمن على فريق الشوفيل من 400 يوم هالقد. زاك لافتون مدري شاط بسجل زاك 25 نقطة لزاك. هومنتمن عم يتقدم حاليا بأربع نقط. تحت السلة نقطتين عم يسجلهم اللاعب جيمل ارتس 17 نقطة لارتس. محاولات لفريق هومنتمن. ابراهيم توماس على الديفنسيف ريباوند. مارفن اخذ تسديده ثلاثيه. مارفن سركيس عم يسجل للمره الثانيه بالجيم. عم يسجل السركيس وعم يعطي تقدم نقطه حاليا لفريقه. زاك لافتون زاك لبرا عن جاد. جاد خليل 4 دقائق ونص بيبقى لنهاية الجيم. جاد خليل اخترق وصل على السلة ما بسجل. توماس على الريباوند. جيفير بليك بإيده الشمال بسجل. جيفير بليك 26 نقطة لبليك. والماريس عنده ليد 3 نقط حاليا بالمباراة. دي جي تسديده ثلاثيه لدوين. ريباوند لصالح مارفن سركيس كمان. جيفير اقل من 4 دقائق 3 نقط الليد للماريس. جيفير بليك قطع فضيله الي رستوم. التسديدة الثلاثية ما بتنجح والريباوند لصالح زاك لافتون. زاك
بيشوفوا حكيم لاعب قطع زاك واخذ الفاول من مارفن. اخر ثلاثة دقايق ونص، اثنين فري ثرو لزاك. جابرييل صليبي على ارض الملعب. زاك اليوم عنده 4 من 7 على الفري ثرو. بسجل المحاولة الأولى، 26 نقطة لزاك. صار مثله مثل بليك بالتسجيل. بسجل الثاني كمان زاك لافتون نقطة 27. وفي خطأ لصالح جافير بليك. منهم بالبونس، كل فريق كان عنده فاول. هيدا تاني فاول على هومنتمن بعد عندهم 2 فاولز تو جيف. جافيان بيعطي ابراهيم، جرب دوين جاكسون يسرق الطابه بتوصل للرستوم. الرستوم مضيع المحاوله، الريباوند لمين؟ زاك لافتون بكبها لقدام عند جابرييل عجميا يلي بعيد التقدم لفريقه. 6 نقط لجابرييل عجميا. باتريك معبود على مقعد التبديل. 3 دقائق الاخيره، مين رح يتقدم؟ 1-0. الي رستوم تسديده عن الان، بسجل الرستوم، بسجل نقطه الثامنه بالجيم، اول 3 بوينتس لالي رستوم بهالمباراه، 12 لاله بهالموسم. الماريس عنده ليد نقطتين. جاد خليل، جاد اخذ تسديده صعبه، لا ما معقوله، ما معقوله. هيدي يا خليل، هيدي شو يا جاد؟ رح ترجعوا تشوفوا بالإعادة، واحدة من أصعب السلات بالموسم. عم تعطي تقدم نقطة لصالح فريق هومنتمن، 83-84. أرتس بمر لألي رستوم تحت السلة، رستوم ما بينجح. الريباوند لمين؟ الريباوند، الريباوند بيعمل كنترول عليه زاك لافتون. آخر دقيقتين بالجيم، جيرار عمل درايف وصل على السله، جابرييل عجميا لما الريبا اخذ الخطا. جابرييل اخذ الخطا، جابرييل عجميا شغل جبار لإله بالمباراه. شوفوا بالاعاده شو عمل جاد، شوفوا جابرييل صليبي كيف واقف حده معلق ايديه، كيف اخذ التسديده وسجل الخليل. عجميا بينجح بالأولى، جاد صار عنده 2 من 2 بهالجيم عن الارك. عجميا بضيع الثاني، دوين جاكسون عمل بالاوفنسيف ريباوند، دوين بيخسر الطابة بستيل من الي رستوم. فاست بريك لمين بتوصل؟ مش معقولة، خسر جابرييل لصالح زاك. زاك قدر اخذ الطابة، راح على السلة بايده الشمال بضيع. دي جي بيعمل كنترول، جاد خليل بيستلم. شو هالثواني الأخيرة اللي رح تقوم بالجيم. جاد خليل عم يعطي زاك لافتون. زاك، زاك تسديدة عن الآن، لا 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 لا، شو عم يعمل زاك لافتون؟ اللاعب يلي صام وصام من تسجيل عن المسافات البعيدة، عم يسجل سلة ثلاثية ممكن تكون حاسمة، ممكن تكون قاتلة قبل دقيقة و15 ثانية من نهاية المباراة. شوفوا أخذ التسديدة ومن بعدها ضوّل بورد. 30 نقطة لزاك، رح يروحوا على الاي ار اس الحكام. جورج، جورج
بس شوي 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 شوي. اوكي خلص اوكي. مباراة كبيرة جدا لزاك لابتون، 30 نقطة، 10 ريباوند، 6 اسيست، وسجل سلة لهلا هي الأغلى. جافيان بليك 9 تمريرات حاسمة لهلا بالمباراة. اخر دقيقة و15 ثانية. رح يبلشوا من الجهة الثانية لاعبي فريق الماريس. سايد بول. شوفوا الصراع بين بليك وجابرييل عجيميا. ارتس. ارتس اخترع خاطئ لصالح ارتس، كاد يسجل باسكت ان. شوفوا شوفوا كيف عم يحكي معه زاك لافتون لجيميل ارتس، عم يجرب يشوش عليه، يحط عليه بريشر. يسجل المحاولة الأولى، 18 نقطة لارتس، أو صار مسجل عفوا 21، بسجل كمان الثانية، الفارق عم ينزل لثلاث نقط، 1 بوزيشن، جاد خليل، يعطي جيرار بيلعب على السلة جيرار، وفي شوفوا هون الصراع على الطابة بين إبراهيم وجابرييل عجيميا. الحكم عم يحتسب خطا على جابرييل عجيميا لصالح ابراهيم توماس. اهضم شيء انه زاك عم يروقه. بالاعاده عم شوف ردة فعله لجابرييل عجيميا اللي كان عم يطالب بتوين. خمس اخطاء على جابرييل عجيميا، فاول اوت. جيمي سالم على ارض الملعب. طابة من برا، هلا صاروا بالبونز فريق الباريس. هيدا الخطأ الرابع كان على هومنتن بهالكوارتر. أقل من دقيقة. فريق الماريس يلي مش من زمان لعبوا جيم صعب جدا بهالملعب امام فريق الحكمه، راح لاوفر تايم. ارتس ارتس لبرا عند ابراهيم توماس، التسديده ما بتنجح، الريباوند لمين؟ ارتس بيعمل الاوفنسيف ريباوند، اخذ التسديده الثلاثيه، وهالمره زاك لافتون عم يوقع على الريباوند رقم 11 له بالجيم. جيمي سالم بيعطي برا زاك، زاك لافتون اخترق، وهون السلة، السلة لزاك لافتون، سجل وأخذ الخطأ، ولنشوف إذا أون سبورتسمان أو لا. بالإعادة عم نشوف
زاك هون الفاول، شوفوا كيف كملها على السلة، سجلها زاك لافتون 32 نقطة له بالجيم. الحكام الثلاثة عم يتشاوروا مع بعض، عادل خويري، زياد طنوس، ورباح نجيم. جورج اعطيني الان سبورتس من اخر وحده بوتنشال. اعطيني اياها من ثاني ميل بليز. فيه ايه، هيا شوي شوي. مش عم يلعب على الطابق. اوكي ثانك يو. إذا لنشوف قرار الحكام بعد ما راحوا على الاي ار اس عم يحتسبها. إذا رح يكون عنده هون أكيد فري ثرو. ريجولر فاول 32 نقطة لزاك لافتون. مباراة كبيرة جدا عملها زاك اليوم، 32 نقطة، 11 ريباوند، 6 اسيست. سجل الفري ثرو 33 نقطة، آخر مرة ربح هومنتمن بهالملعب من 6 سنين و27 يوم، تحديدا 2219 يوم، ولا مرة قدر يربح بهالملعب. بلش يقرب بشكل واضح جدا هومنتمن. إذا الحكم احتسبها اون سبورتس وان لايك فاول. خطأ لصالح جاد. خمسة وثمانين 91، ست نقط الليد جاد خليل، كمان اخذ فاول، 10 نقط اليوم لجاد. بسجل الاولى بنجاح نقطه ال 11. كمان بسجل جاد نقطه ال 12 بالجيم، بيطلع الفارق 24 ثانية تقريبا بيبقى لنهاية الجيم، 8 نقط الليد لصالح فريق هومنتمن. رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة كثير عم بنسأل على سؤال قصة الأجانب، إذا بالبلاي اوفز كمان ثلاث اجانب مثل الريجولر سيزون، بالفاينل فور بتصير 2 بلس 1 على الكل، يعني اذا شانفيل قدر يتاهل للفاينل فور بصير يلعب بالفاينل فور 2 بلس 1، ما بيلعب بثلاثه مع بعض على ارض الملعب. أمين عام الاتحاد وأمين الصندوق شرب الرزق وأبيجان شيرشيون. آخر ثواني المباراة، شوف فريق الماريسك بده يجرب يسجل بأسرع شيء ممكن. جابرييل صليبي، أرتس بيعطي جابرييل، أخذ التسديدة عن الأرك، الريباوند لمين؟ لصالح جيمي سالم. جيمي عمل الريباوند وأخذ الفاول كمان. المدرب جون جاعس، شوفوا قديه بدأ يرتاح.
جيمي ضيع الاولي. كمان عم يضيع الثاني جيمي سالم. جابرييل صليبي على ديفنسيف ريباوند مارفن. جابرييل اخترق كمان ما سجل. ريباوند لصالح فريق عمدفن. الثواني الأخيرة وفريق عمدفن بيتقدم خارج أرضه للمرة الأولى بعد أكثر من ست سنوات. عم يقدر فريق عمدفن يفوز بديك المحدة على حساب الماريست الشانفيل ليتقدم 1-0 بالسلسلة على حساب فريق الماريست. والنتيجة النهائية 85-93. رح نجرب نكون بمقابلات سريعة أنا وزميلتي جاجا. بداية إذا توترز بطل السلة جيفيان بليك 43% هو كان الأفضل بالتصويت، بينما المركز الثاني لجيرار حديديا 36%. بسرعة بسرعة رح آخذ، رح بلش مع جي مانوكيا. جي إذا جي صار لكم 6 سنين وشوي مش ربحانين بديك المحدة. ما عم نعد. ما عم تعدوا وقفت العد. المهم اليوم ماتش كان كثير حلو، شانفيل لعبوا كثير 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 منيح، شانفيل كل السيزون يعني عملوا سيزون طاي العقل، الفريق الوحيد اللي قدر يربحنا مرتين، ولا فريق بتصور بالليج قدر يربحنا. مظبوط. الي ريتور، سو كل الاحترام لفريق شانفيل، وهلا المهم انه كسرنا ردينا الهوم كورت ادفانتج، وان شاء الله الماتش الثاني بيكون بمزهر ونجرب نخلص السيريز لنحضر على سيمي فاينل. يعني هومتمن عم يقترب هلا اليوم بعد هذا الفوز، بلشتوا تقربوا كثير انه تروحوا للفاينل فور. رح يكون في تغيير بعد بفريق هومتمن ولا مكمل بنفس الطريقه يلي بالوقت الحاضر ضد شانفيل؟ ما في اي تغيير. بتصور الماتش ابس ار جود اليوم شفنا، بالرغم انه السكور منه كثير كبير 8 نقاط، بس بتصور يعني الفري تروز لو حطيناهم هيك ما بتصور رح يصير في اي تغيير. ما بعرف شو رح تكمل مثل ما انت رح اكمل. اول شيء بدي اشكر كل اللي عم بيوقفوا حدنا، حتى سبونسرز عم بيجوا اخر دقيقه هلا عم بيوقفوا حدنا، عم بيشوفوا قد ايه اهميه الفريق للكوميونتي اللي هي بتمثلها، قد ايه اهميه الفريق للكوميونتيز الارمنيه مش بس بلبنان. المهم بدي اوجه تحيه كثير كبيره لهومنتمان سوريا يلي طلع على الدرجه الاولى، والسنه الجايه رح يكون عم ينافس بالدرجه الاولى. اصلا بسوريا بتابعوا الليج اللبناني. اكزاكتلي exactly. ونحن رح نكون حد اخواتنا بحلب، هومنتمان حلب، ليعملوا سيزون كثير حلو كمان السنه الجايه. سو هيدا هي اهم شيء، انه عم نفرجي انه الروح الموجوده بالهومنتمان هي كونتيجس بتعدي، ومن بلد لبلد كل فرقنا عم بيقووا وعم بيقووا حالهم. سو شكر كبير ومبروك كثير كبير لجمهور الهومنتمان بكل العالم. اليوم يعني اخر مباراة رح تكون بملعبكم بمزهر، مش اخر مباراة، ممكن تكون اخر ممكن لا، يعني بس صرت قريب، اذا قدرت تربحها رح تخلص السيري وتروح على السيمي فاينل للمرة الخامسة، بيكون هومنتمن بيروح على الفاينل فور اذا قدرتوا. هذا التارجت نحن تبعنا الاساسي. رح تواجهوا بالمبدا الرياضي مع احترامنا طبعا لان اس اي بتبقى في سيري بيناتهم. انا برايي غير سيري الرياضي، كل السيريات الباقيه ذي ار اوبن فور، يعني فيك في روحوا كيف ما كان، حتى بيروت كلهم. غياس انت شفت عم تلعب ضد 3 اجانب، بالنهايه في 3 امريكان بوجهك انت 2. اليوم شانفيل يعني نحن كثير من الاوقات لعبنا بلا جاد وبلا زاك. سو عم اقول لك كان ماتش صعب بالرغم من انه الفرق صغير شفناه بالاخر، بس انا برايي فريقنا لعب كثير منيح وبيستاهل انه يربح. مش بالصدفه نحن اليوم ربحنا. مش بالصدفة. شو بدك؟ لا بدي تقول لي شيء. نحكي بمزهر. اعطيني شيء، شو بدك تحكي هون؟ نحكي بمزهر. أول شيء كمان بدي أرجع لك بهني فريق شانفيل على كل البطولة اللي عملها. شو دبلوماسي. نحكي بمزهر، مزهر الحكي غير. طيب. ما أنت شو بتقول دائما؟ شو؟ عن مزهر شو بتقول؟ وما أدراك ما نحكي بمزهر. طيب يلا، بنحكي بمزهر. مشاهدينا نحن مشوارنا اليوم انتهى، رح نلتقى نحن وياكم بكرة على الساعة 9 على شاشة 1. بيروت رح يواجه فريق الأنطونية، مباراة ممكن يكون فيها تغييرات لانه عندهم اصابات فريق بيروت مثل ما كلكم بتعرفوا. شو فارس؟ في شيء؟ ما في شيء؟ رواق قال لي فارس رواق، خلص رواق، اعطيني سنبس كمان فارس. ثانك يو. يلا بنلتقى نحن وياكم بكره على الساعه 9 على شاشه 1. اذا بيروت بيستضيف فريق الانطونيه. بشكر حسن المتابعه، بنلتقى نحن وياكم بكره.